Your Excellency, فخامة الرئيس, President عبد الفتاح السيسي, الرئيس عبد الفتاح السيسي, Your noble delegation that والوفد والسادة الوفد المرافق والسادة الحاضرون وزملائي من جنوب السودان. إنه لشرف لنا فخامة الرئيس أن نتواجد بالقاهرة اليوم, البلد الثاني لنا. هكذا كل ما تحدثنا فيه I received the invitation تلقيت الدعوة from my brother من أخي President Sisi الرئيس السيسي, and this is why we came here. لهذا السبب نحن نتواجد اليوم هنا بالقاهرة, واجتمعنا اليوم وتحدثنا في الاجتماع في موضوعات عديدة عن المنطقة. لدينا هنا في المنطقة مشكلة بين إثيوبيا ومصر وإثيوبيا والسودان. تلك هي الأمور التي خضنا فيها في الاجتماع.